يسأل البعض عن كورونا، لا من حيث إنه وباء وانتشر، لا، سؤال غريب جدا هذا السؤال، وهو أن البعض يضع النكت والطرائف ويخترع القصص ويأخذها على سبيل الاستهزاء والسخرية من هذا المرض. ما ينبغي أن يكون الأمر كذلك، بل علينا إذا وقعت مثل هذه الأوبئة أو هذه الأمراض أو هذه المصائب أن نستغفر الله تبارك وتعالى ونعود إليه ونبكي، ننطرح بين يديه سبحانه وتعالى، لا أن نخرج النكت والطرائف ونستهزئ بمثل هذه الأمور. ينبغي أن تؤخذ هذه الأمور بجد، وأن نرجع إلى الله بجد، وأن ننطرح بين يديه بجد، وأن نسأل الله أن يعفو عنا بجد، وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وليس بضحك وسخرية. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.